السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا سلو ولا صفوف، كل واحد شنو تيقول اليوم. كاين اللي كيقول لي سلو، كاين اللي كيقول لي صفوف. صراحه ندوز معايا نعطيكم المقادير. عندي 750 غرام ديال الزبده اللي كما كتشوفوا خدمتها حتى ولات نوازات. دابا ان شاء الله تشوفوا معايا الطريقه التحضير ديالها. وهذا الدقيق اللي لداخل، هذا الدقيق اللي خديت نص زلافه من هذا الدقيق المحمر، هي اللي خلطتها معاها. قلت لكم ان شاء الله دابا تشوفوا معايا الطريقه الاستعمال ديالها. وعندي زلافه ديال الجنجلان مطحونه مزيان مع زلافه ديال الزيت ديال اللوز اللي قليت فيه اللوز، خديت منه زلافه. هادو هما مخلط. صراحه قلت لكم كتجي اللوز كتجي صراحه سلو، كيجي معلك وكيجي زوين بهذه الطريقه. نعطيكم، عندي كيلو ديال الجنجلان تاهو شي طحنتو شي ما طحنتوش مزيان كما كتشوفوا. عندي كيلو ديال اللوز حتى هو شي طحنتو مزيان وشي ما طحنتوش مزيان كما كتشوفوا، كاين اللي مطحون مزيان وكاين اللي لا. عندي كيلو ديال الدقيق الفورس اللي حمرته حتى ان شاء الله تشوفوا معايا الاستعمال ديال التحمار ديالو. عندي زلافه مع مراش ديال سبيسيال ديال روز كلا سكر كلاسي باردون. عندي نص كيلو ديال العسل الحره ديال الفيرما. عندي جوج معالق ديال القرفه. عندي جوج معالق ديال حب ديال النافع. وعندي معلقه ديال حبه حلاوه. عندي معلقه صغيره ديال المسكه الحره اللي دقيتها مزيان وخلطتها مع شويه ديال الدقيق محمر ودقيتها وغربلتها. عندي شويه ديال الملح. وعندي معلقه صغيره ديال الجوزه. هاد الجوزه كما شفتوا معايا انا كناخذها ديجا مطحونه، واللي ما عندوش بحال هكا يحك حبه ديال الكوزه. وان شاء الله ندوزوا معايا نوريكم طريقه اللوز والجنجلان. ندوزوا نحمروا دقيق ديال السلو. عندي كياس ديالنا اللي غنحكموا فيه نبقاو نحركوا فيه، ما نديروش بزاف، نديروا كياس خاصكم تبقاو واقفين حداه غير ملك عقلي بجمالها وتحركوا مزيان ما تحبسوش، غير تسخن لينا شويه الدقيق غير يسخن، نقصوا عليه البوطه نعطيوه الخاطر باش يتحمر لينا. من بعد ما تكملوه في التحمار ما تحاولوش تخلوه هنا في الكوكوط حيت كتكون سخونه بزاف وتقدر تحرقوا ليكم ديريكتومون خويه فشي بلاصه فشي جبانه اخرى. كما كتشوفوا على التحمار خطا صراحة لون زوين. نكمل ان شاء الله نكمل التحمار ديالي نرجع معكم من بعد. كما تشوفوا ما عنديش بزاف الزيت، ما نخلوش تيغلي الزيت غير يبدا يسخن غادي نديرو فيه اللوز. غنحسو بيلا طالع ما يتسخن الزيت نقصو البوطة، غير تبان ليكم سخنات غتنقصو البوطة الماكسيموم تخلو اللوز يتحمر على خاطرو باش ياخذ داك التحمار الذهبي باش يتحمر حتى من الداخل ماشي غير من برا. بعد ما قبلت قدمك بالقهر رعيت دمامك من غرامك ضاعت بجفاك الطويل. اللون ديالو اللي يكون بحال هكا حتى انا غير غترجع فيه تحمر بالظلم بعد ما طعت انت يا الحاكمه. كما شفتوا التحمار كيفاش جا صراحه جا واعر ومازال يكون دوغي.
درت اللوز ديالي، غادي نطحن طحنات الصراحه خفافين وطحنات صافي شويه يعني ما يكونوش، بغيت غير مهرمشين. انا كنختار ما كنديرش ان دو تروا في هاد، حيت ما كتهرمش ليا اللوز مزيان. هذه صراحه كتعجبني، كتشوفوا الطحين مهرمش ما مطحونش بزاف، وصراحه ما كتبقى فيه حتى وحده ساينه ولا داكشي اش كتعجبني. هذا نشتو عندي كيلو ديال الجنجلان، درت له مقله كبيره ناقصه عليه البوطه. من بعد ما كيتحمر لينا ما نخلوش في مقله حيت سخونه باش ما يتحرقش لينا. دابا ندوزو نتاكلو ونطحنوه. كيما تشوف درتو في اندو ترو ديالي، غادي نضرب عليه غير جوج ضربات بحال هكا. انا بغيتو شي يطحن وشي ما يطحنش مزيان كيما كتشوف. مع باقي سخون مبغيتش نديرو في شي حاجه ديال البلاستيك، تيبرد ليا شويه غنعاود نستمر بحال هكا. بعدا غنطحن الزلافه ديالي عاود شي، غنطحنو مزيان شي غير شويه. خليت تقريبا زلافة ديال الجنجلان طحنتها مزيان كما كتشوفوا. اللوز اللي حمرته هنا خديت منه زلافة، خليت غير زلافة اللي خليت زلافة ديال الزيت بالعبار. كما قلت لكم الزيت اللي مزيان خاصكم ديروه في، الا ما كانش زحلت هذا الزيت هو اللي غنخلطوا به ان شاء الله السلو ديالنا، خاص يكون الزيت اللي مزيان، اما نوار الشمس ولا زيت الكولزا ولا المهم، بعدا يكون زيت مزيان ماشي ديال القليه اللي كنقليو به زعما اي اللي كتباع في السوبر مارشي زعما رخيص. خاصكم ديروا الزيت اللي مزيان حيت هو اللي غناكلو فيه سلو. صافي دابا ندوزو نكبوه في هاد الشبانه باش نبغي نخلطو ان شاء الله. تبدا كما كتشوفوا درت 700 غرام 750 غرام ديال الزبده. دابا كندوبها غنقص عليها البوطه، غير غدوب غنقص عليها البوطه ونخليها حتى يحيد منها داك الكشكوشه كلها تمشي حتى تولي نوازات. وغنزيد عليها هاد نص الزلافه تقريبا ديال الدقيق محمر وغنطفي عليها البوطه. حاولوا ديما ديروا فيها العود بحال هكا باش هاد العود ما كيخليهاش تفاعل التفايض، الا حيدتو غادي تبان لكم الكشكوشه طالعه. ونقصوا عليها البوطه خليوها على خاطرها. شوف هادي راه هو الحليب اللي كتلوح هو اللي كيكون كشكوشه الفوق كيكون فاعل. بقا دير عليها هكا ونقص عليها البوطه حتى تفجر فيها. كما كتشوفوا كتغلي وما كتفاعلش تخرج على حيت كاين هاد العود. كما كتشوفوا الزبده كيولات. دابا غندير عليها هاد نص زلافه ديال الدقيق، غنبقاو نحركو مزيان. من بعد شو كيما لاحت الزبده ديالها الحليب ديالها كله لاحتو، غنبقاو نستمرو نحركو. غنوجدو ليها الجبانه فاش غنديروها، غنخلوها شويه لحد قسمين ديال المكانه حنا تنحركو فوق البوطه بحال هكا. من بعد داس القسمين ديال المكانه غنطفيو عليها البوطه، غادي نكبوها في هاد الشبانه. انا وجدت الزبده ديالي والدقيق، دابا ندوز نخلطو العجينه ونقدم لكم ان شاء الله. نخلطو العجينه ديالنا، اول حاجه غنبداو بيها غنشدو هاد العسل. صراحة هاد العسل راه ديال الفيرما، راه زوين عسل حار. غادي نكب
المسكلة ديالو مع الزبدة اللي موجداها. هادي اول عملية غنقوم بها. نجيب دابا القصرية ديالي اول حاجة غنديرو الدقيق اللي ديجا حمرتو. بسم الله. غندير اللوز كيما قلت لكم عندي كيلو ديال الدقيق، عندي كيلو، عندي كيلو، عندي كيلو ديال الجنجلان. شعر الغصيق مظلم كغراب عليه مرصم والضياء نشد القرفه نور سامي بك يزول غتامي كل شيء مغرب يعني كل شيء غرب حبه حلاوه غير مدام نايمه مسك الحراء شويه ديال الملح غوزة كلشي دابا نحطو دابا نحاولو نخلطو ان شاء الله هاد العناصر ديالنا كلهم مزيان. بسم الله صراحة اللي عنده شي بانيو هاد القصرية كمان ما تاخدش في راحتك كيما نحاول نجيب بانيو ديالي من بعد غير نبدا نخلطو غادي نجيب فين نخدمو غناخد شوية نص ديال السكر كلاصي كيما شتو هذا السكر كلاصي سبيسيال كيكون رطب بزاف وندير بحال شكل ما ديال مايزينا هو احسن سكر كلاصي صراحه من حب الغمام والجيد غزال خشام الرمى هذا اللي غنكبو دابا هذا الجنجلان كما قلت لكم مع الزيت اللي ديجا قليت فيها اللوز بسم الله غير شويه كما شفتوا خلطت فيه ديك الزلافه ديال الجنجلان داك الجنجلان والزيت خلطنا ودابا نخليها تترمل مزيان ونزيدو فيها كما قلت لكم كاين العسل هنايا والزبدة اللي ديجا شفتو والدقيق ديك نص الزلافة ديال الدقيق غندير غير النص انا علاش كيعجبني صراحه ما كيعجبنيش يكون ناشف كيعجبني سلم يكون يعني مقرسينو دابا خصني نديكوه مزيان بحال العجينه هادشي اللي درت فيه ديال الزبده ودير الزيت كافي صراحه غير هو خاصو يوقف خاصو يتعجن مزيان باش يطلق في بعضياتو
ملي كتشوفو كتجمع عارفو صغرة، ملي ديجا وجد كتشوفو فيه. يا اللي داويتي اسمي امري بالعز احكمي ولا تحشمي، نشوفك يا البهية قدامي الرقيب بصرو عامي، والحسود في غفلة وانا معاك تحت خيام الليل المخيمة.